الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ اليوم تعليقًا مختصرًا على الرسالة المختصرة في أصول العقائد الدينية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا ولجميع المسلمين. هذا الإمام السعدي رحمه الله تعالى في مختصر أصول العقائد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكثيرة المهمة اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتمهيد من غير بسط للكلام ولا ذكر لذاتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع المهرسة للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يطلب وصفها وبراهينها من أماكنها، وإن يشاء الله فسح بالأجل ومسح بالأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها لأدلتها. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بذكر مقدمة يبين فيها مقصوده. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بذكر مقدمة يبين فيها مقصوده ومرماه من هذا التصنيف، وبدأه بأمور، أو بدأ هذه المقدمة بأمور. أولا، بذكر الله عز وجل. أولا، بذكر الله عز وجل. وذلك بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاث معانيها معلومة لدى الجميع. ثانيا، ذكر أن هذه الرسالة رسالة مختصرة، ذكر أن هذه الرسالة رسالة مختصرة، والمختصر من الكلام هو ما قل لفظه وجل معناه. والمختصر من الكلام هو ما قل لفظه وجل معناه. وهذا المصنف حقيق بأن يطلق عليه أنه مختصر، وهذا المصنف حري أن يطلق عليه أنه مختصر، فمعانيه جليلة وألفاظه قليلة، فمعانيه جليلة وألفاظه قليلة. ثالثا، هذا المختصر هو مختصر في أصول العقائد الدينية، فمحل هذا التصنيف أنه في العقيدة لا في غيرها، أنه في العقيدة لا في غيرها. فلم يجعل المصنف رحمه الله تعالى في هذا المختصر أمرا آخر من أمور الاعتقاد، بل ذكر رحمه الله تعالى في هذا المصنف خمسة أصول عظام من مهمات أصول الاعتقاد، بل ذكر رحمه الله تعالى خمسة أصول عظام من أصول
ومهمات أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. والعقيدة عند أهل السنة والجماعة يبحث فيها أركان الإيمان الست. والعقيدة عند أهل السنة والجماعة يبحث فيها أصول الإيمان الست. والعقيدة أعم من التوحيد، فهي تشتمل على التوحيد وعلى غيره، فهي تشتمل على التوحيد وعلى غيره. والتوحيد هو الأصل الأول، هو الأصل الأول من أصول العقائد، رابعاً ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه اقتصر في هذا المختصر على أصول العقائد بالتنبيه عليها من غير بسط لها، بالتنبيه عليها من غير بسط لها. فهذا المصنف كالفهرس لأصول العقائد، فهذا المصنف كالفهرس لأصول العقائد. والفهرس هو الكشاف المبين لمسائل الكتاب، خامساً ذكر الحامل على هذا التصنيف، ذكر الحامل على هذا التصنيف، وهو أن تعرف أصول العقائد ومقامها، أن تعرف أصول العقائد ومقامها ومحلها من دين الله عز وجل، ومحلها من دين الله عز وجل. ثم ختم المصنف سادسا، ثم ختم بالأمر السادس، وهو أنه تمنى إذا يسر الله عز وجل وفسح في الأجل أن يبسط هذه المطالب، أن يبسط هذه المطالب وأن يوضحها بأدلتها، وأن يوضحها بأدلتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول التوحيد. هذا التوحيد الجامع الأنواعي هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله في صفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. ودخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع القيام بعبوديته. أكمل
في هذا الباب من عرف تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة بالكتاب والسنة وفهمها فهماً صحيحاً وامتلأ قلبه بمعرفة الله وتعظيمه وإلهه ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجهاً إليه وحده لا شريك له ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من المرات الفاسدة واطمئن إلى الله واطمئن إلى معرفته واطمئن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حد التوحيد الجامع لأنواعه انظر للترتيب في الأسفل الأوراق في الأسفل رقم 1 قال حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأول مهم من المهمات الخمس في أصول الاعتقاد التي ذكرها في هذا المختصر وهو توحيد الله عز وجل وقدم المصنف رحمه الله تعالى التوحيد على غيره لجلالة شأنه وعلو مرتبته فهو أول ما يبدأ به يشير إلى ذلك أن جميع الأنبياء يبدأون دعواتهم بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل فقد ذكر الله عز وجل طائفة من الأنبياء في القرآن وذكر أنهم أول ما يبدأون أقوامهم بالدعوة هو دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فالتوحيد مقدم عند جميع الأنبياء وكذلك عند أتباعهم ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يقدم التوحيد على غيره فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله
وأول ما بدأ به المصنف رحمه الله تعالى أنه بيّن حد التوحيد شرعاً، والتوحيد شرعاً هو إفراد الله عز وجل بحقه، والتوحيد شرعاً هو إفراد الله عز وجل بحقه، وهذا أولى ما يقال في تعريف توحيد الله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ودليل هذا التقسيم هو الاستقراء والتتبع لأدلة الشرع، وأدلة هذا التقسيم هو الاستقراء والتتبع لأدلة الشرع، وهذا التتبع يبين أن حق الله عز وجل يبين أن حق الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة حقوق. أولها حق في الربوبية، أولها حق في الربوبية ويسمى بتوحيد الربوبية، ويسمى بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والرزق، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. فإفراد الله عز وجل بجميع أفعاله يسمى بتوحيد الربوبية. والآخر توحيد الإلهية، ويسمى بتوحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، ويسمى بتوحيد الإلهية لما فيه من إفراد الله عز وجل بالتأليه، لما فيه من إفراد الله عز وجل بالتأليه، أي الحب والتعظيم، فإن التأليه مبني على الحب والذل لله عز وجل. فإن التأليه مبني على الحب والتذلل لله تبارك وتعالى. وهذا النوع الثاني من أنواع التوحيد هو الذي جاءت به الرسل، وهو الذي كانت فيه الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم، وحقيقته
تحقيق لا إله إلا الله. وحقيقته تحقيق لا إله إلا الله. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات له ثلاثة أصول كلية. أولها إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، أولها إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيها تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من النقائص والعيوب. ثانيها تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من النقائص والعيوب. ثالثها قطع الطمع، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. هذه الأصول الثلاث يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات، هذه الأصول الثلاث يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده للناس العبادة وأنواعها وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته، فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه غني حميد وما سواه فقير إليه من كل وجه. فدخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالله، إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم بعلمه ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها.
والصفات الفعليه وهي الصفات المتعلقه بمشيئته وقدرته والكلام كالكلام والخلق والبسط والرحمه والاستواء على العرش والنزول الى السماء الدنيا كما يشاء، وان الجميع اشد بالله من غير تمثيل ولا تعطيل، وانها كلها قائمه بذاته وهو موصوف بها، وانه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وانه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء اذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمه والاحسان معروفا، ودخل في ذلك الايمان لان القران كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود، وانه المتكلم به حقا، وان كلامه لا ينقض ولا يزيد، ودخل في ذلك الايمان بانه قريب مجيب، وانه مع ذلك علي اعلى، وانه لا منافاه بين كمال علومه وكمال قربه، لانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته، ولا يتم توحيد الاسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنه من الاسماء والصفات والافعال واحكامها على وجه يليق بعظمه الباري، ويعلم انه كما انه لا يماثله احد في ذاته ولا يماثله احد في صفاته، ومن ظن ان في بعض العقليات ما يجب تقول بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا، ولا يتم توحيد الربوبيه حتى يعتقد العبد ان افعال العباد مخلوقه لله، وان مشيئتهم تابعه لمشيئه الله، وان لهم افعال مراده تقع بها افعالهم وهي متعلقه بالامر والنهي، وانه لا يتنافى الامران اثبات مشيئه الله العامه الشامله للذوات والافعال والصفات لإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله، ولا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله، حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، حتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة، وهو أن يصف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة يوصل بها إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك، فالناس بالتوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكملوا في هذا الباب من عرف تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلاته ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه بمعرفة الله وتعظيمه وإيجابه ومحبته والإنابة إليه، وانجذابه جميع دواعي قلبه الى الله تعالى متوجهه اليه وحده لا شريك له، ووقع جميع حركاته وسكناته في كمال الايمان والاخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الاعراض الفاسده، واطمأن الى الله معرفه وانابه وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره في الدعوه الى هذا الاصل العظيم، فنسال الله من فضله وكرمه ان يتفضل علينا بذلك. ثم أن المصنف رحمه الله تعالى زاد الأمر توضيحا وتجلية، وهذا العلم الشريف علم التوحيد لا ينفك المرء في الحاجة إليه، وكلما ازداد المرء علما فإنه يجد في نفسه حاجة أن يتعلم توحيد الله عز وجل، وأصل التوحيد هو معرفة الله تبارك وتعالى، وأصل التوحيد هو معرفة الله عز وجل، والمعرفة التامة بالله تبارك وتعالى لا يحيط بها أحد، والمعرفة التامة بالله عز وجل لا يحيط بها أحد، ولا يبلغ أحد المنتهى في هذا الباب، لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو أمر أن يتعلم توحيد الله عز وجل،
وكان الأمر له عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر إلى المدينة وأرسى قواعد التوحيد ودعا إليه وقاتل فيه، فخطبه الله عز وجل بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع المقروء جملة من الأمور التي تندرج في أنواع التوحيد الثلاثة، في أنواع التوحيد الثلاثة، فذكر أن مما يندرج في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأن ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن. فتوحيد الربوبية يتضمن إثبات تقدير الله عز وجل للأمور، إثبات تقدير الله عز وجل للأمور. فالقدر قدرة الله عز وجل كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فالقدر هو قدرة الله تعالى كما قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. فالإيمان بالقدر مبني على أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فمن آمن بأنه على كل شيء قدير وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بتقديره فإنه يكون بذلك مؤمنا بالربوبية، مؤمنا بالقدر. فالإيمان بالقدر أن تقر بأن الله عز وجل كامل السلطان نافذ القدرة سبحانه وتعالى، كامل السلطان نافذ القدرة سبحانه وتعالى، وكمال سلطانه ونفوذ قدرته من ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما يدخل في الأسماء والصفات، ثم ذكر ما يدخل في الأسماء والصفات، وهي إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالأسماء والصفات، يتضمن الإيمان بإثبات جميع معاني الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة،
فما أثبته الله عز وجل لنفسه فإننا نؤمن به على الوجه اللائق بالله عز وجل. فاسمه السميع يدل على إثبات صفة السمع لله عز وجل. فاسمه السميع يدل على إثبات صفة السمع لله عز وجل. وسمع الله عز وجل هو سمع يليق به سبحانه وتعالى، لا يماثل سمع المخلوقين، لا يماثل سمع المخلوقين. وأهل السنة والجماعة يباينون الجهمية، وأهل السنة والجماعة يباينون الجهمية في أنهم يجعلون أسماء الله عز وجل، في أنهم يجعلون أسماء الله عز وجل أعلاما وأوصافا، فالاسم علم على ذات الله عز وجل يشتمل على صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وليست أسماؤه سبحانه وتعالى أعلاما فحسب، وليست أسماؤه سبحانه وتعالى أعلاما فحسب كما يعتقد الجهمية أنه سبحانه وتعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. ومما يستصحب في هذا الباب، في باب إثبات المعاني، أننا نقطع الطبع عن إدراك كيفية اتصاف الله عز وجل بصفاته، أننا نقطع الطبع عن إدراك كيفية اتصاف الله عز وجل بصفاته. فالقاعدة الشرعية عند السلف أنهم يثبتون الصفة وأنها صفة حقيقية لها معنى يعرف باللغة العرب، وأنها صفة حقيقية لها معنى يعرف باللغة العرب. فالله تبارك وتعالى قد خاطبنا بالقرآن، والقرآن مملوء بذكر صفات الله عز وجل، فإن قيل أن هذه الصفات ليس لها معان تعرف، هذا فيه أن الله عز وجل أمرنا بتدبر شيء لا يعلم، أمرنا بتدبر شيء لا يعلم. لكن الوارد عن السلف في صفات الله عز وجل أنهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، فهم يؤمنون بها كما جاءت ويقطعون الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. وهذه القاعدة وردت عن أم سلمة رضي الله عنها،
ووردت عن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، ووردت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال في الاستواء: الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. الإيمان بصفة الله وأن لها معنى يعرف باللغة العرب هذا واجب. كيف اتصف الله عز وجل بهذه الصفة؟ هذا لم يخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقطع المسلم الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله عز وجل بصفاته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان بالأسماء والصفات على ثلاث درجات، أن الإيمان بالأسماء والصفات على ثلاث درجات، أولها الإيمان بالاسم الإلهي، وثانيها الإيمان بالصفة الإلهية، وثالثها الإيمان بحكم صفته سبحانه وتعالى. أما اسمه الإلهي فهو شرعا ما دل على ذات الله مع كمال يتعلق بها، فهو شرعا ما دل على ذات الله عز وجل مع كمال يتعلق بها. أما الصفة الإلهية فهي ما دل على كمال يتعلق بذات الله عز وجل. أما الصفة الإلهية فهي ما دل على كمال يتعلق بذات الله عز وجل. أما حكم الصفة فهو أثرها الناشئ عنها، فهو أثرها الناشئ عنها. وضرب المصنف رحمه الله تعالى مثالا لذلك باسمه العليم والقدير، فاسم الله العليم أول مراتب الإيمان به أن يؤمن المؤمن أنه اسم من أسماء الله عز وجل، ثانيا أن يثبت المؤمن من هذا الاسم صفة لله عز وجل وهي صفة العلم، والصفة أو الاسم قد يشتمل على صفة واحدة أو يشتمل على أكثر من صفة، كاسمه البصير فإنه يشتمل على صفة البصر وصفة البصر وصفة البصيرة،
أما أثر الصفة، أما أثر الصفة الناشئ عنها فاسمه العليم، من آثار هذا الاسم علمنا نحن، فعلم المخلوق من جملة علم الله عز وجل، وعلمك ما لم تكن تعلم، فالعلم الذي يحوزه المخلوق هو من آثار علم الله عز وجل. وهذا أو هذه الثلاث إذا كان الاسم متعديا، أما إذا كان الاسم لازما فإن إثباته يقوم على أصلين اثنين، أحدهما على إثبات الاسم لله عز وجل، وعلى إثبات الصفة له سبحانه وتعالى. فاسمه الحي اسم لازم به سبحانه وتعالى، يتضمن الإيمان به إثبات اسمه وإثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك أن مما يدخل في أسماء الله عز وجل إثبات علو الله عز وجل على خلقه، واستوائه على عرشه، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، إثبات علو الله عز وجل وإثبات استوائه وإثبات نزوله قيدها المصنف رحمه الله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، حتى تتم المباينة بين صفة الله وصفة المخلوق. فالمخلوق قد يستوي وقد ينزل وقد يكون عاليا، والله عز وجل له العلو المطلق وله الاستواء اللائق به سبحانه وتعالى. وينزل كل ليلة، لكن نزوله سبحانه وتعالى يكون على الوجه اللائق به، لا يماثل نزول المخلوقين، ولا نعلم كيفية نزوله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك أن الصفات تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ذاتية
وصفات فعلية. أما الصفات الذاتية فهي الصفات الملازمة لذات الله عز وجل. أما الصفات الذاتية فهي الصفات الملازمة لذات الله عز وجل ولا تنفك عنه أبدا. كصفة العلم، وصفة الحياة، وهذه الصفات الذاتية يوصف الله عز وجل بها ولا يوصف بمقابلها. وهذه الصفات الذاتية يوصف الله عز وجل بها ولا يوصف بمقابلها. فالله عز وجل يوصف بصفة العلم ولا يوصف بمقابلها وهو الجهل. فالله عز وجل يوصف بأنه حي ولا يوصف بمقابل الحياة وهو الموت. أما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئة الله واختياره، عز وجل واختياره. فإن شاء الله عز وجل اتصف بها، فهي متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، ويجوز في مثلها أن يوصف الله عز وجل بالصفة ومقابلها. فالله عز وجل يوصف بصفة الرحمة، ويوصف بمقابل صفة الرحمة وهو الغضب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن جميع صفات الله عز وجل قائمة بذاته، فصفاته تابعة لذاته غير مباينة له سبحانه وتعالى. فقال: وأنه سبحانه لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد. ثم ذكر أن مما يدخل في الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقا. القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله عز وجل به على الحقيقة، وهذا القرآن لا بد أن يؤمن المؤمن بأنه كلام الله غير مخلوق. ومن قال بأن القرآن مخلوق فإنه كافر بالله عز وجل. وهذه المسألة
مسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق من أوائل المسائل التي وقعت فيها الفتنة بين أهل السنة والجهمية. وكان القول عند أهل السنة والجماعة أنهم يكفرون من قال أن القرآن مخلوق. ولقد جمع الطبراني وكذلك اللالكائي قول 500 عالم يقولون بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. منه بدأ أي أنه تكلم به سبحانه وتعالى، فهو كلام الله عز وجل. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وإليه يعود، أي أن القرآن يرفع إلى الله عز وجل في آخر الزمان، فلا يكون في الصدور ولا في المصاحف منه شيء، فلا يكون في الصدور ولا في المصاحف منه شيء. صح ذلك من حديث حذيفة رضي الله عنه ومن حديث غيره. وأن القرآن تكلم الله عز وجل به حقا، فالحروف والمعاني من الله عز وجل، فالحروف والمعاني من الله عز وجل. ثم ذكر أن مما يدخل في الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، ولا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. هذه المسألة، الجمع بين قربه وعلوه سبحانه وتعالى، أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فلا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، فلا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأن الجميع قد دل عليه كتاب الله عز وجل، لأن الجميع قد دل عليه كلام الله عز وجل. والقرآن لا يعارض بعضه بعضا، وقرب الله عز وجل هو قرب النصر والتأييد، هو قرب النصر والتأييد من أوليائه. ثم ذكر أنه لا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى
يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ويعلم أنه كما لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. ذكر هنا قاعدة عظيمة من قواعد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، ألا وهي أن الكلام في صفات الله عز وجل فرع عن الكلام في ذات الله تعالى، أن الكلام في صفات الله عز وجل فرع عن الكلام في ذات الله عز وجل. فكما أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته، فكما أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته وله ذات تليق به لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك هو في صفاته، فكذلك هو في صفاته، فلا يماثله ولا يدانيه في صفاته شيء. وهكذا يقال للأشاعرة ولغيرهم من أهل البدع، إذا أثبتتم ذاتا تليق بالله عز وجل ولا تماثلوا ذوات المخلوقين، فأثبتوا صفاتا تليق بالله عز وجل ولا تماثلوا صفات المخلوقين. وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل كيف هو. إذا قال لك الجهمي كيف استوى كيف يجيء فقل كيف هو سبحانه وتعالى. فإذا كنت تثبت ذاتا له سبحانه وتعالى لائقة به، فأثبت استواء ومجيئا يليق بالله تبارك وتعالى. وإن كنت تقول أنه سبحانه وتعالى له ذات تشابه ذوات المخلوقين، فإنك تكون بذلك مشبها، ومن شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر. إذن هذه القاعدة قاعدة شريفة، ألا وهي أن الكلام في صفات الله عز وجل فرع عن الكلام في ذاته سبحانه وتعالى، فرع عن الكلام في ذاته سبحانه وتعالى. ومثلها قاعدة أخرى من القواعد الشريفة، أن الكلام في بعض صفات الله عز وجل كالكلام في البعض الآخر، أن الكلام في بعض صفات الله عز وجل كالكلام في البعض الآخر، فمن يثبت سمعا وبصرا وحياة وقدرة وإرادة وكلاما وعلما لائقا بالله عز وجل يلزمه أن يثبت استواء ونزولا وعلوا ومجيئا لائقا بالله تبارك وتعالى، وإلا يكون متناقضا فيما أثبته. ثم ذكر
رحمه الله تعالى أن العقل لا ينافي ما ورد به الشرع، فقال: من ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها فقد ضل ضلالا مبينا. العقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح، والمسلم عليه أن يعلم أنه مأمور بالإيمان بما جاء في الكتاب والسنة، ووظيفة العقل هو التدبر في الكتاب والسنة والإيمان بالكتاب والسنة. فالعقل ليس دليلا، وليس العقل مصدرا من مصادر التشريع، لذلك على العبد المسلم أن يسلم بكل ما ورد في النصوص الشرعية، وألا يقدم بين يدي الله ورسوله بعقله، ثم قال: ولا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وكمال ذلك أن يترك الشرك الأصغر. الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل، ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بعد أمره بوجوب الإخلاص أنه لا بد من البراءة من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك ينقسم باعتبارات عدة. من هذه الاعتبارات تقسيم الشرك باعتبار قدره، والشرك باعتبار قدره ينقسم إلى قسمين: أحدهما شرك أكبر، والآخر شرك أصغر. والشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان، والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره
مما يتعلق بكمال الإيمان. مما يتعلق بكمال الإيمان. والشرك ينقسم باعتبار آخر، وهو باعتبار ضده، وضد الشرك هو التوحيد، وينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. أحدها شرك في الربوبية، ثانيها شرك في الإلهية، وثالثها شرك في الأسماء والصفات. وهذه الثلاث منها ما يكون شركا أصغر ومنها ما يكون شركا أكبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الناس في التوحيد على درجات متفاوتة، ينقسم الناس في توحيد الله عز وجل، ويتفاوت الناس في التوحيد بحسب ما يجدونه في قلوبهم من عبودية الله عز وجل. فالتوحيد مبني على إقبال العبد على الله عز وجل، فالتوحيد مبني على إقبال العبد على الله عز وجل وعلى الميل عما سواه، وعلى الميل عما سواه. فمن كان مقبلا إقبالا تاما على الله عز وجل ومائلا ميلا تاما عما سواه فهو المحقق لتوحيد الله عز وجل، وهو الحنيف. والناس متفاوتون في ذلك، فمقل ومستكثر. ثم قال: فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا. ذكر أن التوحيد يكمل إذا كمل المرء نفسه ثم سعى إلى تكميل غيره، فالتوحيد يكمل تمام الكمال إذا دعا المرء إليه. أما من عرف التوحيد فلم يدعو إليه، وعرف الشرك فلم يحذر منه، فهذا معرفته ناقصة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التوحيد، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. نقف إن شاء الله تعالى ونواصل.